الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عائشة رضي الله عنها ما وحيتني نبي عليه الصلاة والسلام أيان آيات قرآن التفسير كده ويديني يا بيلادي وحيتني: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إلهي رسول كيسيو كو إلهي إلهي. والذين يؤتون ما آتوا كو الله إيمان يا مسبحين يا وحي بحين أيان إيدا وقلوبهم وجلة إيقو عبسنا يو قلب قد وعبسنا يو كو وحسما إياه دان عبسيدو كترتا بيلا دا إلهي رسول كيسيو. أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون وكو خمر عببه اتو قد نسميه هو حق عمل ولكن نسم سمين مكواصا نبي حكو يرمي لا يا بنت الصديق إن أبي بكر إميا ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يصارعون في الخيرات وكو أبو النبي ولي عليه الصلاة والسلام سومية الصلاة كنية الصدق الله إيمانية ربي كعب صنية هدنا كعب سقبة أعماش إن لقى أقبلي وايو أعماش إن لقى أقبلي وايو. سؤال شو مركا وحي تاي عمل كمحل واقبلها مركا إنه محيس ما إنه أي عمل كأنه مقبول يهي غور ما عمل كلا أقبله. إلهي قرآن كوحين أوقا ورمية نبي أنبياء كم يدعو إلهي بريا يوله وأن أعمل صالحا ترضاه إله هو حنكا بريا يا إن عمل صوبان سمايو لكن بشرط عمل كاس صوبانو مدى ترال لك تهيا مدى تقبلي سأبو لي. أيها الأحبة صحة هي قبولك وحباو نحيا عمل كوينو الصحي هي إن لا أقبلي وكل الله عملك هنا الصحة وحكو حرين يهي وحي شروطي سي واجباتك سي وحي ولا هاي عام كهاي نقا نفقك كو رمي جري انو وطو يعني قفك عملك سبيين ومؤمن يهي كو كلبات انو شريعة دي وافق سي هي. ومثلا صلاة باتو كتي صلاة بشروط دي ريالتو إن الطهارة قبطه إن الدويسات هذه قبطه إن القبلة ده وشيده وحي كوا سحي شرتي هيئات كذي أركان تدي واجبات كذي إن الله تماضه كاسي وحكان صدا قبول حكان صدا ما نشيده صحة إن هي الصحة دي. أما إن لقى أقبل وحدة يرى طبعا وباهنت ويو أعماش قبول كيدو كو صحة وكحريها صحة ظاهرة إن هذا شرعي وافق سنتي كويتي لكن وحي كلا أباها انتهي وحي قلبي قاقا كتير إخلاص يا إيمان انت وليقي هاي إيا إنا نيتشرين موانع أما وحي سهر تاقيا وكلوات سميسي. مثال نبقى عليه الصلاة والسلام سوغو موانع دا خارجيك وحيابها عمل كاقا ديدا يا إن لقبلا سوغو كورمي وحلايا هاي متكين مدبا قعمها كرو تاغا يا ربي يا ربي ربي غيو ربي غيو يسوغولي لكن وما قور ما قور تو قعمها تاغا يا يسوغو نبو قولي ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يسوغو وحو صعر يا حاران تاي وحو هوية يا حاران تاي وحو كسوق دي يا حاران تاي فأنا يستجاب له بنبوده وكاسي وحلوغا أقبالي ومعنوم حوت المامي. مثلا صلاة دين لا أقبالي إيين أن لا أقبالي محاو دحي صلاة دين يا صح دي إيين أن يا صح محاو دحي كو صلاة دو هدي أركان تيدي شروط تيدي واجبات كيدي وحي لهيد للي ما دو سيدي فقه وقري مؤمنا أطهي واصحر من حيث الصحة
هدي وحا وح كدمن يهين ما اسحين الركنات كتكتي اما ميلا قبلها هين بدو جيستي اما وحي اي كو اسحي جرتي وح كميدا الدلوليسي ما اسحين. لكن سؤال لبعض بين قيمان يسمركا ما لا اقبلي مثلا ما اقبل مركا انا معنى هيد وح ويان اجر ما كهليسا مسك اهلي ميس اجر ما كهليسا مسك اهلي ميس او حقيه وح اسكا دافسي سيين نبي وح تلمامي عليه الصلاه والسلام دت صفك ودشيره او صلاتك دي او دبيتنا صلاه دودي انا السنين صلاه دودي انا السنين مد با لغا اقبل ابو نبي يقول عليه الصلاه والسلام عشرها صلاه عشر كيد عشرك و واحد على عشرة و 1 out of 10 اما هو 10% مد با لغا اقبل ابو قول كيبا طبان مركا واتو كتي صلاه دينا ويا صحدي لكن اجرك واحد لاضي مركا اجرك تيمادو 10% بعد لاضي وهو ما حي واتو كنيسي لكن ما انتو دوات سو شيكينيسي سوق مريسي او وحواد دلاليسي او عيد كالات كور رميسي او وحالغا يابا انت تسو تشيدين انا ان بدن باهين انت ديلا الا صلاه دو حلوغ تلقى لين ديلا الا هذا شو وينيسو قفك مؤمن كاهي الهي بهر تاغي دابا ترى الرب الله هضليا الهي وحكولي هداد انا توص الى هضليا انا وكو جوابيا الحمد لله رب العالمين مركا تلاهضو حمدني عبدي بان رني يا رب لي اظن كيبا ايما هدنغي ايما هديي الرحمن الرحيم مركا تلاهضو اثنى علي عبدي بان رني اظن كيبا يا ماني مالك يوم الدين مركا تلاهضو مجدني عبدي اظن كيبا اي ويني الهي وكو هضليا لكن هدار دوغين بينت فاتح هذا اخرج ضير هذا اخرج الحمد لله رب العالمين لكن حساب هذا تسكودت امامكم مركو السلام عليكم يلوم بد برارك تادنا السلام عليكم تري نش شيطان ليراه دو خطره او غار صلاه هاي نغ شقيه ام كهداد عنا عنيسو واخ كلمه كفكرتان سعنود بد همتا كو هيسا فكر ميسي هذا تي في قداور سي واحد قال لك فكر ميس واسك داون اساهم واحد او شيغي ام باداركيسا ادو قف كل هاد لاي واحد قال لك فكر ميس صلاه دا ماركا دو كعده ام با دونيدا لا سو يورورينيا ماركا دو واحد قال قبانايسو شيغا عمل كاد هيس ام با تفكريسا وشغا قال ماركا دا هيسو دن هذا الامتحان كو جورتي سايد كفكري هذا شقايسان سو شغا ام با تفكري هذا واحد قبانايسا قال لك فكر مر لا لي ماركا صلاه دي سو تاغتو اي ام با قولا كلا يمانايسا ون ماركا سو ام با دونكا لوو سو يورورينيا إذن سيد راد الدبي وحول عليه الصلاة والسلام مد باتو كدو صلاة دي 10% له مد با لبا ليري تصعها تصع واحد على تسعة وحوالي لستن 13% مالها سو نغنية مد با لثمون كيد با ليري واحد على ثمانية 1/8 مد با ل إلى أيام النبي سو قرسي نصف مد با ل 50% صلاة دي إذن صلاة دي وين كتشر راه وصفك هو ودا تاغناي عند الله سوى حل قرية سكون نوعيات ماها صلاة دينا ويا صح دو شروط دي وينو سمايني لكن مركا إلهي أكتي سيكتو سكون نوع نغن ويس مركا وحل غيا با نين لبا تنسنة تكني متسنة تكني صادقة هاي نكابا أشر بدي سنة كيسو سنة منت دا أو سوچه دو ربي وعابو دي إذن أنا أقول ولغي ما سوو دي كان يرم حوشيكي ولغا قفايا رئيسان المسلمة قرن ميسيد عدا لغا أقبالي عدا لغا أقبالي قرن ميسيد adigaagii soddonka sano soo waday waxa laga yaabaa inaad 10% waligaaba waday ama 0 ba qaarkood ay ku dhaceen damid minti dahdo yimaado 50-50 laga aqbalayo shantaadi maalmoodba maalin isaga shantaadi sanadoodba sanad isaga bay noqonayaan idan ku ka badinaya idan markaynu qubuulka ka warramayno waxaynu ka warramayna amma fil quluub wa mar waxaynu ka marrayna mawaani' khaarijiyina aan jirin wax manciyo joojiya salaadaada in la aqbalo مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حليه هاي ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا حديث ابن ماجه حسن كا صدح صلاة دودة تاكاين لك مدحو دابا مدافتو مدنا وكسونو صلاة دمر كاينو دهنا لما أقبالين معنى يدموحو إيا واتسوع لنيسا مايا أجزأت وأقول دي صلاة نمادي لقو قبصان ما يأخر لقو ملا صلاة دي متكنين آخر أنت لقو سوى تقال لورا ما يني كريم حي صلاة متكنين لكن دي قبصة شقورة ما أسعنين واحد سعتين هذا شرور رسطه واحد سعتين لأي هذا
السلام بي لبا صلاة دون انت ودا حيسا تكفر ما قبلها صلاة دون صلاة دك لدن بيقاد اينا كام ميدو تذكا برد با سؤال اي سوي ديا وني صلاة دون لبا صلاة دكو حيث هدي دن بيقا ميدسا مثلا رمضان الله رمضان محي ميدسا اما چمع الله چمع محي ميدسا دي تادو مدي يرون ناق وصبا يهدا وحبدا ما يميدين مركي هراد 10% يه 5% يه 15 مركي هاد دادو اسكو چابا چابا يسا تالغا يابا انا محي shanti wuxuu hoga maydho jimci wuxuu hogaagi soo hadhay bad maydho ramadaan deynti soo hadhay bad maydho hada dadalka badiso waa laga yaabaa inay isbiirsato laakiin nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalam saddex salaad dooda madaxooda lama dhaafiyo rajulun amma qauman wa hum lahu karihun bu nabigu nin dad chuchub iskaga haysto salaatu kiyay iyagoo aan rabin salaadiisa wa khatar de malaka dawlad dan iyo dad dan qasab ku haystaan ma dhaamayaan uma leenaya de salaad qura hal salaada ki ku haysteen wax beelaynin ka ayna ummada dan iska afduubtayna mala ma dhaamayo laakiin xadiidka naskiisu wuxuu sheegaya man amma qauman wa hum lahu karihun ninka dad imaamu noqda iyagoo naceb waan rabin ولذلك ائمه المساجد يرق مساجد التكيه وحكى وحف يعني انه قلوب تدتك الى ليه وددك قف الراء اللي كيهن انه نقضى ما هي قف كدتك تكينيا ومساجد غير ان لو هيسن انه ان ما هي القرص كرم ترى هذا حاتر يعني سكاف دوبنينه ان المسلم كو ود السعودان قلوبته ان ود السعوده ابا كم مهم سن وحكى لو دن سيده وجد النبي يقول وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط قبل هيتي يدو نكيدو علي سيئنا وحلق أقبل مايو إذن دمر كمسلمين تاو حصارا إنا يسكد ديان زوج كيدين الرالي قلس وامرأة عست زوجها حتى ترجعنا حديث كلا شيقي كصدحات وحو نبغو شيقي عليه الصلاة والسلام كصدحات وحو نبغو شيقي وأخواني متصارمان لبا ولا لو كلا لا اسكلا لا دا حديث كم حشيغي قف كستا او الهي الرمية قف كستو لا يشرك بالله شيئا مركا اعماش الهي لو بردق خبيسة هي ملاها سوكلا ان الهي دم بيقو دافا حديث كي شيغي صحيحين كو يالي لبا مو يعني بن نبي قويني لبا دا سوا كوي لبا اسهيستا يغا وحردا انذرا هذين حتى يصطلح لبدا ايغا دبي غا دغبا الهي دا انت كي هشينيا اذا اخوان متصارمان حدينو سو ودا عريسنو اسكا لا لادنو عبادة اينغا خمانيسا دينو ربنا ان عبادتنا عند الله هي مقبول نغتو وين قف قلب سليم له وين هاتا قف مؤمن كاهي نبي الله ابراهيم حكو دعيسني اخر و هو يديسني قلبي سينا لا كدغا مخي قلبي عافي ما تقبا سيدا وغيت وحيابة جرى عملك إنك برينية أما إن عند الله مقبول نغض حمينية مثلا قرآن كإلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى واركوا إيمانك لك هل يوحى إلهي درتي ولب حدين أذية لب إيو قالت يا جسيها كبرينينا هذا أنت أدوح بحسون كدب هذا شو إنك برا سفي عنو قالت qolada bil baan u dira maalin kasta lacag joogtaa baasi ha iska burinin waa dirtay ajar baa doonaysaa ilaahay baad la baac mushtareynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysaa haddaad adduunye ku doonaysaa waa halkeed oo salada isna markiisa ku abaal gudo laakiin asalka qofka muuminka waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaareysanayaa waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato markaad bangiga tagtay account-ka lacag ku shubato soo ma rumaysnidaan aad ugu leedo account ku shubatay tanad baxsatayna waxaad rumaysantahay account-ka aakhireynad ku shubtay sadaradeed waxaad rumaysantahay inay tahay kayd aad ugu adkaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimka saas uu fakaraya waxaanu la baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay hadaba kaydkaaga hayskaga burinin baa ilaahay leeyay inaad sheegto oo aad manni aad dadka ugu galad sheegato amase adiyeyey dib inaad ka daba geyso sida awgeed ahlana ayuha alhibba أعماش إن لا ينقى أقبلا مثلا نبي حلي عليه الصلاة والسلام نك عراف أتقى كون فالفالية وحكرة رما يستوى الشيخ محي حديث روايتك غير كدو حيشيخ إن أنا 40 يوما محي عمل كيس الله أقبلين
afartan cashi amalkaaga la aqbali maayo hadii la yidhaah miyad salaada iyo waxba iska tirsan maayo waxba waa tukanaysa waayo dimadaada aad rabtaa inaad beri yeesho tajziuk qadaa lagugu yeelan maayo laakiin dee ajarkii la rabay ayaad iskaga lugoynaysaa halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahannahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu watacaala inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qudhunka ka tirtirno inaynu mahay qalbigeenu uu noqdo qalbi soo jeeda waayo maa fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gadisayin baynu dhe waxa qalbiga ku jira wamaalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyay sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu yihi hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadibato ka dheereeyey 100 kun oo dirham buu nabigu yihi